مرحبا، تابعي معي خطوات إطلالة بلاك أوبيوم نوي بلانش من إيف سان لوران وتعرفي على أسرار المحترفين بعالم المكياج للمسة جريئة وجذابة لكل المناسبات. استخدمي مرطب توب سيكريت لتحضير البشرة. وزعي كريم الأساس توش إكلا لوتان على كامل الوجه ومزجي بطريقة دائرية. لتحصلي على بشرة مضيئة اختاري توشكلا افتح من لون بشرتك بدرجة وحددي حوالين العين تحت الحاجب على الأنف حول الشفاه. للكونتورينج اختاري التانسة عريان اغمق من لون بشرتك بدرجتين، طبقيها بهالطريقة. لتضيفي اللون على البشرة استخدمي بلاش فوليبتي على خدودك. لحواجب مثالية رسميهم بقلم ديسان دي سوخسي ومشيهم بكوتور براو. لتحصلي على ظلال عيون طويل الأمد ضعي بلاك كاجال أولاً على زاوية وآخر العين كأساس ومزجي بواسطة الفرشاية الحصرية من إيف سان لوران. ضيفي فول ميتال شادو على وسط الجفن ومزجي. حددي زاوية وآخر العين باللون الأسود ورمادي من كوتور فارياشن باليت. لتحصلي على عيون أوسع ارسمي بقلم ديسان دو ريغار الأسود زاوية العين من برا وضيفي عليها ظلال العيون الأسود المات. لتعطي الإضاءة بزاوية العين استخدمي فول ميتال شادو الفضي. لتضيفي لمسة شرقية وتحصلي على رموش كثيفة استخدمي ماسكارا فوليوم إفيف السيل. لتحصلي على نتيجة طويلة الأمد وزعي توشكلا على كامل الشفاه كأساس قبل وضع أحمر الشفاه. لون شفافك فيغني ألاف الأحمر يلي بليق بشخصية امرأة إيف سان لوران يلي بدوم لوقت طويل. لتنهي إطلالتك لليوم ما تنسي تحطي عطر بلاك أوبيوم نوي بلانش. Please go, please do take your time.